السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا دعم القناة بلايك من فضلكم، شكرا لكم. تابعوا معنا الفيديو حتى الأخير، شجعونا بالضغط على زر لايك، شكرا لكم. كما كتشوفوا معنا الموضوع ديالنا هو ديال على الزيتون. فبالنسبة لهاد شجرة الزيتون فلها منافع قوية، وكيكون في هاد الفترة حاليا كيكون راه موجود في الأسواق، وحتى هو غالي الثمن شيئا ما. ولكن بالنسبة للفلاح اللي زارعو في الأرض فهو كينتج هاد المادة هادي وكيديها للعصارة، طبيعتها فهو صحي في هذه الفترة، كيكون في البرد كيكون صحي جدا. شجرة الزيتون مذكورة في القرآن الكريم، يعني لها منافع قوية، سنذكر بعض هذه المنافع، ابقوا معنا. نبغيني نبغيك يا اللي عمري هديتو ليك، وحرام عليك ما تخليني ما نخليك، وحرام عليك ما تخليني ما نخليك، وعقلي فيك راني بعيوني شريك، وعقلي فيك راني بعيوني شريك، وبغيني نبغيك يا اللي عمري هديتو ليك، وبغيني نبغيك يا غزالي وحرام عليك. أسعد الله أوقاتكم. كما قلنا لكم شجرة الزيتون هي شجرة مباركة وذكر اسمها في القرآن الكريم، فشجرة الزيتون لا شرقية ولا غربية، يعني شجرة الزيتون تحتاج إلى الضوء الكثير مما ينتج عنها يعني من كيجني الفلاح كيجني الثمار ديالها حبات كثيرة، يعني لا شرقية ولا غربية، يعني تحتاج إلى الضوء. فمن بين الفوائد ديال الزيتون فهي تساعد على منع أمراض القلب، تساعد على منع أمراض القلب. وبالنسبة للري ديالها يعني السقي، فكل مرة في الأسبوع يعني أخي الفلاح خاصك تسقي شجرة الزيتون مرة واحدة كل أسبوع. يتميز الزيتون بطبيعة الحال بمذاقه الطيب وفوائده المتعددة والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات. Oh yeah, oh yeah.
إذن كما شفتوا معنا، قالوا لنا شي تعليق جميل، شاهدوا معنا الفيديو حتى النهاية كما تعرفتوا على فوائد شجرة الزيتون المباركة، فهي لها فوائد كثيرة، كما أنه يعمل على تقوية المناعة ومقاومة الفيروسات والعدوى، كما تبعتوا ديالها. فبالنسبة للتعقيم ديالو يعني راه عنده واحد يعني الزوير كما كنقولوا، يحتاج إلى الزوير بحال الفرع اللي غادي طويل كي يتزبر يعني باش كينوضوا فروع جديدة. بالنسبة للسقي فيحتاج كل مرة في الأسبوع كما شاهدتوا معنا. نوصل معنا حتى لهاد اللحظة هادي، كنشكركم، نتمنوا دعموا القناة بالتعليق ولايك، اللي ما مشتركش يشارك في القناة ويفعل الجرس باش يتوصل بالجديد دائما إن شاء الله. نتمنوا لكم الخير، شاهدوا معنا الفيديو حتى الأخير. نترككم مع هذه النغمات، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء. زيت الزيتون يستخرج منه مواد كثيرة، لها فوائد كثيرة، الأوراق ديالو كتصنع منها بطبيعة الحال أدوية، لما عرفت هذه المعلومة. شكرا لكم، مع السلامة.